هيا يا جحر كم على القطار وسترى سحر التكنولوجيا. لا هيا لا هيا يا جحر لا هكذا عاد جحا إلى عالم التكنولوجيا في نص كنز من بارك جحا ديجيتال الذي نال جائزة أفضل نص مسرحي بالوطن العربي، حيث أبدع مخرجه في تجسيده مستعينا بالماريونات. لما درست النص لقيته أنه يتماشى مع أطفال اليوم، كيفاش يفكروا أطفال اليوم وكيفاش نقدروا نأثروا فيهم، لأن التكنولوجيا الحديثة صعيب درك باش نتناولوا مواضيع بأشكال قديمة. الطفل عادي يفكر أوترومون، يعني بطريقة واحدة أخرى، ويحس بطريقة واحدة أخرى، لأن التكنولوجيا توازي العصر. حضور كبير وإقبال كثيف على هذه المسرحية التي تركت انطباعا إيجابيا ومنحت عبرا كثيرة للأطفال. عجبتني بزاف المسرحية هذه، وتحكي على الناس اللي يستخدموا بزاف الانترنت. العبرة اللي استفدتها اليوم هي بلي ما نستخدموش الانترنت بزاف، كون نستخدموها بزاف تهلكنا في القراية في كلش. برنامج ثري سطره مسرح قسنطينة خلال هذه العطلة الشتوية لفائدة الأطفال بمسرحيات تربوية وتعليمية تساهم في بناء الأجيال.